السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة. برنامج العيادة بفقراته المتعددة الليلة هنتكلم عن مرض الكورونا، هنتكلم عن التغذية المفيدة لرفع المناعة لمريض الكورونا وللناس بصورة عامة عشان مناعتهم تكون مرتفعة وما يصابوا بمرض الكورونا. هنتكلم كمان مع دكتور عوض عبد الله استشاري القلب عن مريض القلب والكورونا وليه الذبحات كثرت في عالم الكورونا، وهنتكلم كمان عن كيف نلبس الماسك بصورة صحية عشان كثير من الناس بتلبس الماسك بصورة خطأ قد يتسبب في زيادة مرض الكورونا، وكمان هنتكلم عن أهم الأعراض بالنسبة لمرض الكورونا، وهنفتتح حلقتنا الليلة بالصيدلية عشان نتعرف على أهم الفيتامينات اللي بناخدها عشان ترفع لنا المناعة، وهل ممكن كل زول ياخدها ولا في فئة محددة من الناس بتاخدها. نمشي الصيدلية ونتعرف على الفيتامينات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحن معاكم في برنامج العيادة ولسه فقراتنا مستمرة، وصلنا لفقرة الصيدلية. فقرة الصيدلية هنتعرف على منتجات كثيرة وأدوية كثيرة في عالم الطب، والليلة خصصنا فقرتنا لعلاجات الكورونا. طبعا مرض الكورونا ما في علاج محدد ولسه ما تم اكتشاف علاج محدد، لكن هنتكلم عن حاجات ترفع المناعة وحاجات تساعد في مقاومة الكورونا. أنا سعيدة جدا إنه الليلة حلقتنا تكون من صيدلية كيرا لايف فرع الشارع 60، ومعنا دكتور الصيدلي دكتور احمد حمد معروف في عالم التغذيه والتجميل الصيدلاني. مرحبا بك دكتور احمد. مرحبا بك، اهلا وسهلا دكتور ايمان، ومرحبا بكل متابعي برنامج العياده. رحب بكم في كيرا لايف وسعيدين بكم الليله وشرفتونا. دكتور احمد، انت يعني معروف في عالم التغذيه الصيدلانيه بالذات والفيتامينات والحبوب، وكمان في عالم التجميل، التجميل الطبي المحترم احنا نقدر نسميه كده، يعني الامن يعني اكيد احنا حابين الجانب الاول يكون في عالم الكورونا، ودايرين التغذيه في عالم الكورونا من ناحيه الصيدله، الادويه، الفيتامينات المستخدمه، والايامات دي الناس بتطلب شنو، وانتوا رايكم شنو في الحكايه؟ طيب، مرض الكورونا هو زي ما يقولوا مرض العصر في اليومين دي، لكن الفكرة الأساسية إنه ما اكتشفوا له أي نوع من أنواع العلاجات. كل العلاجات اللي هي مستخدمة هي علاجات بترفع المناعة، وكل استخدامات الفيتامين اللي هي موجودة في البروتوكول لعلاج الكورونا هي عبارة عن فيتامينات بترفع المناعة، وعبارة عن أنتي أوكسيدان بتقدر تساعد إنه الجسم يتخلص من الفري راديكال بصورة تكون سريعة، وتساعد إنه زي ما أنتوا عارفين أو كل الناس عارفة إنه الفيروس عموما عنده مدة معينة أو عنده فترة معينة لابد من إنه المناعة فيها تكون قوية، ويختلف علاج الكورونا أو الاستجابة أو الاستشفاء من الكورونا على حالة الشخص. فكل الحاجة اللي هي بتدعمل أو كل الخطوات اللي هي متخذة في البروتوكول إن هي استعمال الفيتامين لأن هي تقوي أو سبورت للمناعة. نعم. ما أكثر من كده يعني. نعم. طيب دارين نعرف أكثر الطلبات على شنو، وإنتوا بتنصحوا بشنو، أي زول المفروض ياخد الفيتامين؟ لو سمحتوا ابتعدوا تماما عن تناول او شراء الفيتامينات اللي هي ممكن تكون موجوده في الصيدليه. يمكن الناس حتستغرب من أيوة من الكلام. نعم. لكن الجرعه اللي هي مسموح بها من الفيتامين او اللي هم ثلاثه انواع من الفيتامين هم فقط اللي هم مستخدمين في البروتوكول بتاع علاج الكورونا، اللي هم فيتامين سي، فيتامين دي، والزنك، معدن الزنك. الثلاثه ديل ممكن نحن نلقاهم من سورسز طبيعيه او من مصادر طبيعيه بصوره جيده جدا، وممكن حتى تكون افيلبل موجوده، عشان الهلع بتاع موضوع انه دواء ما في وفيتامين ما في، والناس بتفتش في الصيدليات ما بتلقى في الفيتامينات بصوره بتكون ما متوفره. الحاجه الثانيه هي تشيب ورخيصه، والحاجه الثالثه هي برضه ممكن تكون مغذيه، يعني الواحد يستفيد منها من ناحيه بتاعه التغذيه، ويستفيد منها من ناحيه بتاعه يعني من السعر، يعني هو ذاته بالنسبه لنا الفيتامينات هم شنو. طيب بتنصح بالجرعة كيف؟ ثلاثة فيتامينز. نعم. اللي هم فيتامين سي، فيتامين. نعم. سي الجرعة بتاعته في خلال اليوم المفروض تكون من 90 ملي جرام. 90 ملي جرام دي نحن برتكانة واحدة ممكن توفر لنا زي 77% من حوجة الجسم للفيتامين سي. نعم. برتكانة ومعاها جونجوليز أو معاها مثلا كوكتيل بتاع الليمون مثلا ممكن توفر لنا 115% من الجرعة المفروض محتاج لها الجسم في خلال اليوم. طيب الناس بتقول لي إنه طيب أنا ما ممكن أمشي أشتري فيتامين سي جاهز من الصيدلية. يا إخوانا السورسز الطبيعية لفيتامين سي الأبزوربشن بتاعه والامتصاص بتاعه في الجسم والجسم إنه يقدر يتقبله أحسن بصوره ما بتتخيلوها لياتو درجه، احسن من المصادر الدوائيه اللي هي ممكن الناس تستخدمها.
الفيتامين سي الموجوده في شكل جرعات هي تستخدم للناس اللي عندهم كورونا، عشان كده احنا بنحاول نوفر انه نخلي انه الفيتامين سي ده انه لو الزول عنده كورونا هو اللي يستعمله، والجرعات بتاعتها بتبتدي من 1000 ل 1500 وممكن تصل حتى كمان، لان هي في العالم برا بياخدوا انجكشن حتى بتاع فيتامين سي اللي هي ممكن تصل لحد 6000 ل 10000 وحده في خلال اليوم. دي من الحاجات الاساسيه اللي هو فيتامين سي اللي هو بيعمل في الجوافه بنلقاه في الكونغوليز وفي الدكان بنلقاه من الجرعات الخطره يا اخواننا، عشان كذا انا بنصح انه كل الناس ما تحاول تستعمل مثلا الجرعه العلاجيه بتاعت فيتامين دي. الجرعه العلاجيه بتاعت فيتامين دي بياخدوها الناس اللي هم عندهم مشكله بتاعت ديفيشنسي او نقص في فيتامين دي. دي من الحاجات المهمة جدا اللي المفروض انه الناس تنتبه ليها. نعم. الجرعات اللي هي بتبتدي من 5000 ل 10000 ل 50000 وحدة، اللي هي حبة مثلا جرعة بتكون كل اسبوع او جرعة بتتاخذ جرعة يومية. إذا حابين انه نحن ناخذ الفيتامين دي كويس، ناخذه من مصدر طبيعي واللي هو الشمس. نص ساعة في الشمس مرتين في الاسبوع ويكلي، في الشمس بتاعت الصباح والشمس بتاعت السانسيت بتاعت الغروب اللي هي بعد الساعة 4. نعم. كافية جدا لأن هي تدينا الجرعة الأساسية من فيتامين دي. في بعض الدراسات بتقول انه كمان انه الدارك سكين او الناس اللون غامق بيكون دايما عندهم ديفيشنسي في الفيتامين دي. نقص الفيتامين دي. النقص الفيتامين دي ده نحن ممكن نعوضه بانه نحن ناخذ جرعه بتاعت فيتامين دي اللي هي تكون ماكسيمم، هي اللي هي الجرعه الموجوده بتكون دايما 1000 او اقل من ال 1000. الجرعه المسموح بها اللي هي 800 وحده دوليه في اليوم. نعم. من 800 ل 1000 اللي هي دي ممكن تتاخذ، اللي هي برضه بتتلاقي برضه في الصيدليات اللي هي حبة واحدة يوميا او ممكن تتاخذ حبة يوم بعد يوم. نعم. ما محتاج الا ان انا اخذها يوميا. نعم. الحاجة الثالثة والحاجة اللي هي تعتبر مشكلة وممكن تعمل توكسيك شديد جدا اللي هو الزنك. الزنك يا اخواننا بيتلاقي في مصادر طبيعية، واكثر مصدر ممكن تلاقي فيه هو اللي هي البقوليات، ومن احسن البقوليات اللي هو العدس. نعم. العدس العدس العدس. نعم. انا بكرر الحتة دي لانه دي وجبة كاملة ممكن الواحد يستفيد منها، بطلع منها كمية بتاعت زنك مناسبة جدا جدا، ويستحسن اني انا ابعد من السورسز بتاعت الزنك اللي هي ممكن تكون مثلا في صورة بتاعت حبوب او في صورة بتاعت دواء عموما. نعم. ليه؟ لانه الجرعه المفروضه في خلال اليوم هي المفروض تكون ماكسيمم من 9 ل 11، من 9 للسيدات و11 الماكسيمم دي بالنسبه للرجال. جرعه اكثر من كذا دي هي اللي هي فوق ل 30 او فوق ل 40 مايكروغرام من الزنك في خلال اليوم تعتبر جرعه سامه. نعم. فدي الثلاثة فيتامينات الأساسية. الناس بتتكلم برضو عن الفوليك أسيد. نعم. الفوليك أسيد بالنسبة للسيدات طبعا هو مهم، وبالذات للحوامل واللي هي المفروض تكون الجرعة بتاعته 400 مايكروغرام تقريبا في خلال اليوم. بتزيد بعد ذاك إذا كانت السيدة في فترة بتاعت حمل أو في فترة بتاعت الرضاعة. نعم. لكن في البروتوكول بتاع الكورونا حقيقة هو ما مكتوب وما موجود، لكن حتى الناس ممكن تاخده كنوع من السبورت أو كأنه حاجة هي تكون داعمة في علاج المناعة عموما، او يعني تعمل سبورت بالنسبة للجسم. دي الثلاثة فيتامينات الاساسية بالنسبة في ده نموذج منها طبعا اكيد مدعية للشركة. ده فيتامين سي وده فيتامين د وده الزنك. ممكن برضو يتلاقي الفيتامين سي والزنك الاثنين مع بعض، وممكن كده تكفينا كده الجرعة ممكن الجرعة. لكن انا بفضل دايما انه هذه الجرعات تستخدم للمصابين بالكورونا، ما نستخدمها للوقاية. بس هي مهمة جدا، ودي يعني قمة المهنية والله يا دكتور احمد. انا بفتكر لانه لو انتم دايرين الناس تشتري كنت هتوصي انه كل الناس تيجي تشتري. لا لا. دكتور احمد كلامه واضح جدا، فقط الناس اللي مناعتهم قال او الناس اللي عندهم كورونا يفضل انه ياخذوا الفيتامينات، ما يبقى هلع وكل الناس دار تيجي تشتري الفيتامينات. حتى بيجوا مصابين بالكورونا لما نيجي يفتش على فيتامين سي بيجوا بيلقوه ما بيلقوه، لانه احنا بقينا بطلنا خالص المصادر الطبيعيه واعتمدنا على زي ما قال دكتور احمد في حاجه مهمه. نعم. الناس حتى اللي هم لما يكونوا عيانين بالكورونا بتكون الشهيه بتاعتهم ذات الاكل بتكون قاله، فهم بيكونوا. نعم. محتاجين للحاجه دي في شكل لانه ما بياخذوا مصادر خارجية اكثر مما انهم هم من الناس اللي هم ماخذينها كوقايه. والناس انا بنصح انه يا ريت ما يختنوا الحاجات دي وخدوها في البيت كنوع من الاحتراز. دي من الحاجات المهمه. شكرا لك دكتور احمد حمد من صيدليات كيرالايف فرع 60. انا سعيده جدا جدا بكل التوصيات اللي قالها، ويا ريت نسمع الكلام، نحاول المصادر الطبيعيه، نشيلنا الفيتامينات ونخلي الفيتامينات للناس مناعتهم قليله او الناس المصابين بالكورونا.
مرحبا بكم في فقرة صح وخطأ، ودي فقرة مهمة جدا، هنتعلم حاجات كثيرة، والليلة دايرين نتعلم عن الماسك. احنا عارفين انه واحد من الاسلحة المهمة جدا لمحاربة الكورونا هي ارتداء الماسك، لانه عارفين ان احنا كيفية انتقال فيروس كورونا عن طريق النفس وعن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس ودخول الرذاذ لداخل الجهاز التنفسي دي، ولو وقفنا الحتة دي معناتها احنا بنكون متعافين ان شاء الله من فيروس كورونا. كثير من الناس انا بشوف جدا في الميديا طريقة لبسهم للماسك طريقة خاطئة تماما. الماسك طبعا أنا مثلا أنا جبت نوعين من الماسك، وفي الشاشة هتعرض لكم أنواع كمان من الماسك، أنواع مهمة. أنتوا شايفينه على الشاشة ده بنسميه سيرجيكال ماسك، السيرجيكال ماسك أو بنسميه ماسك الجراحة والجراحين، لأنه بيرتدوه الجراحين في غرفة العمليات. الماسك زي ما شايفينه عنده الحتات اللي بتمسك بها الماسك دي المهمين جدا، إحنا بنكون ماسكين هنا. الرجاء إنه ما في زول لما يجي يمسك الماسك يمسكوا من النص. قبل ما نمسك الماسك خالص احنا مفروض نغسل يدينا كويس جدا جدا قبل ما نهبش اي ماسك، لانه الماسك لما نهبشه بيكون الماسك معقم، فاحنا لازم نغسل يدينا كويس جدا جدا بعدك نجي نهبش الماسك. لما نهبش الماسك ما نهبش الجزء الابيض، لان الجزء الابيض ده الجزء اللي هيكون على وشنا وهيكون حامينا، فاحنا لو مسكناه كده هنلوث يدينا. فاحنا مفروض نمسك الماسك من الجوانب ونخده على وشنا زي ما خدته البت اللي على الشاشه. وفي حته مهمه جدا، بعد ما نخده على اذنيننا نضغط الجزء الفوق زي ما شايفين على الانف، ده مهم جدا انه احنا نضغط الجزء على الانف. الجزء على الانف ده احنا ذاته لو شفنا الماسك في جزء منه اعلى وفي جزء الاسفل، الجزء الاعلى فيه زي حديده، الحديده دي لما احنا نحط الماسك على الانف هنضغط الماسك وكده بتكون بقت محكم القلق على الـ على الـ على الـ الانف، وبالطريقه دي احنا هنكون حمينا انه اي فيروس يدخل لنا. في ناس بتكون ماسكه لابسه الماسك والماسك مهوي بالجنبات وكده، فبيكون يعني كانه احنا بنساعد في دخول الفيروس لداخل جسمنا. الماسك ونس انه يتلبس ما يتهبش وما يتقلع، دي حاجه مهمه جدا جدا. جينا نقلع الماسك نغسل يدينا كويس جدا جدا ونقلع الماسك من الاطراف، ما نمسك الجزء اللي في النص. قلعنا الماسك ما معناته الماسك هيقعد في الدرج وفي العربيه، ولما نجي في ايتين بكره تاني نمسك الماسك ونلبسه، دي طريقه خاطئه. الماسك زي ده يتلبس 4 ساعات 5 ساعات الوقت اللي انت شغال فيه من غير ما تهبشه تاني، ولما تهبشه المره الاخيره تكون مغسل يدينك كويس وتهبشه من الجوانب وتنتهي منه وخلاص كده. ما ينفع يتلبس ثاني يوم وثالث يوم ولا ينفع انه البسه انا والبسه اخوي. الماسك ده بيتلبس لوقت محدد وبعد ذاك بترمي. في انواع من الماسك كثيره زي ما هتتعرض لكم على الشاشه، في انواع كثيره من الماسك اكثر امانا من الماسك ده. منظمه الصحه العالميه في الاول قالت انه المفروض يلبسوا الماسك هم المرضى والاطباء، لكن لما الجائحه بقت كبيره جدا بقت لازم كل الناس تلبس الماسكات. زي ما شايفين هنا ده عندنا انواع من الماسكات، اللون اللبني ده الماسك الاول بيسميه سيرجيكال ماسك او الماسك الجراحي، وده يعني بكفي الغرض لناس ماشي شغوله، لناس ما في حته موبوءه، لناس ما مخالطه لهم زول مريض او كده. الماسك في النص ده ماسك مهم جدا اسمه N95، لانه درجه الحمايه حقته عاليه جدا، 95% بيحميك من الفيروس الخارجي. فيه فلتر صغير زي ما شايفينه في النص، الفلتر ده بيمنع دخول الفيروس لكن ما بنسبه 100%، لكن 95% او اغلب الناس اللي بيكونوا لابسينه بطريقه محكمه، وزي ما قلنا غسيل الايدي وما بنهبشه كتير بنكون في امان. الايامات دي حتى في ناس الماسكات ممكن تكون سعرها غالي شويه، فبيجوا يعملوا حاجات مثلا من القماش، ما مشكله طالما ان احنا ما مخالطين زول او ما في مستشفى او ما كده، ممكن تلبسي او زول ان شاء الله يتلفح بحاجه او كده، لكن تكون نظيفه ويدينك تكون نظيفه وتجي تغسلها وترجعها ثاني. دي حاجه مهمه جدا يا اخواننا. وبرضو احنا هنتعلم غسيل الايدي، في صوره واضحه لغسيل الايدي هسه هنشوفها. غسيل الايدي برضو دي حاجه مهمه جدا، في انه احنا منظمة الصحة العالمية لما قالت 30 ثانية أو يا ريت لما تبقى دقيقة كاملة قالته، لأنه لقيت أنه إحنا عشان نغسل الأيدي بصورة كويسة جدا محتاجين الوقت ده، عشان كل الفيروس كل البكتيريا تنتهي من يدينا دارين الوقت ده. فما يعني ما قصدنا أنه نفتح الماسورة 5 دقائق نغسل اليد من هنا بس ونمشي. اليد فيه حتات كثيرة ممكن تكون فيها الفيروس، يعني إحنا زي ما شايفين على الشاشة نفتح الموية تكون كافية. الحاجة اللي بنغسل بها اليد أي صابونة، إن شاء الله أي صابونة موجودة في البيت. الناس بتراعي الحالة المادية لكل الناس، وإحنا بلد فقيرة وبلد نامية، تفتح الماسورة تجيب الصابون الموجود عندك، ما شرط ديتول ومعقمات وغيره، المهم المويه تكون كافيه، تدعك يدك كويس جدا زي ما شايفين في الخطوه الاولى، دحك اليدين كويس جدا داخليا. وفي حتات مهمه جدا نصلها،
في ما بين الأصابع، ما بين الأصابع دين مهمين جدا، الأصابع بالخلف برضو مهم جدا إنه نحن نغسلها الحركة دي عشان الأطراف حقة اليدين برضو لازم نعمل الحركة دي ونغسل، دي حاجات مهمة جدا تغسل اليدين في كل النواحي اللي احنا قلناها، ونعمل الحركة زي ما موضحة 1 2 3، وما شرط انه احنا نحفظهم بالترتيب، لكن انه احنا نكون مرينا لكل السايدز اللي قلناها، انه نغسل اليد من داخل ونغسل اليد من الخارج ونغسل الأظافر ونغسل راحة اليد، والموية تكون كافية جدا وتكون لمدة 40 دقيقة أو ثانية. إن شاء الله دي من الحاجات المهمة احنا نتعلمها، احنا كيف نغسل اليدين وكيف نلبس الماسك بطريقة آمنة وما نلعب في الماسك كثير. وانس انه احنا لبسنا الماسك ما نهبش الوش تماما يا اخواننا، لازم نفهم الحكاية دي. ما ينفع الماسك يطلع لي فوق ولا ينزل لي تحت ولا يجي بجنبه ويرجع ثاني، الماسك لبسة واحدة من غير ما تهبش وشك، نتعلم انه ما نهبش وشنا اساسا لحد ما ننتهي من دوامنا ونقدع الماسك. شكرا لكم، ان شاء الله نكون اتعلمنا حاجة مفيدة في محاربة الكورونا. مرحبا بكل اللي انضموا لمتابعة برنامج العيادة وفقرة مهمة جدا وهي فقرة التغذية العلاجية. فقرة التغذية العلاجية، واحنا عارفين انه احنا الليلة موضوعنا الكورونا او الكورونا فيروس، بيعتمد العلاج تماما على مدى مناعة حقة الانسان. كثير من الناجين واكثر، احنا عارفين اكثر من 80% او اكثر من 90% الحمد لله بتعدي بسلام لانه جهاز المناعه بيكون كويس. الفئه المصابه او الفئه اللي بتدخل في الجانب الخطر بيكون فئه مناعتها ضعيفه. كيف التغذيه بتاثر على المناعه وكيف التغذيه بترفع المناعه ودور التغذيه في العلاج من الكورونا، دي ده موضوع فقرتنا الليله. وانا سعيده جدا انه ضيفتي تكون دكتوره السير عبد السلام بشير سليمان، اخصائيه التغذيه العلاجيه وهي متخصصه في التغذيه العلاجية والمناعة. دكتورة تيسير، علاقة وطيدة ما بين التغذية والمناعة، نتعرف أصلا في البداية يعني جهاز المناعة تعريفه. شكرا لك لاستضافتك دكتورة إيمان. تعريف جهاز المناعة هو عبارة عن مجموعة من الأنسجة والخلايا والأعضاء زي كريات الدم الحمراء، الطحال، الخلايا الأجسام المضادة، دي كلها بتكون لنا جهاز المناعة. وظيفة جهاز المناعة في الجسم بيعمل كخط دفاع أول للجسم ضد هجمات الفيروسات، البكتيريا، الفطريات، الطفيليات، وداخليا بيعمل على قتل الخلايا المصابة بالفيروسات والبكتيريا وقتل وتدمير الفيروسات نفسها، مما يقلل الانتشار العدوى في الجسم وبتدي مناعة مستقبليا انه ثاني ما ترجع الانسان. انه ما ترجع. ده حاجة مهمة جدا جدا، كثير من الامراض لسه ما اكتشفوا لها علاج وجهاز المناعة بيلعب دور كبير جدا جدا. حتى بالنسبة لكورونا بنسمع كثير انه كل الناجين من الكورونا وكل اللي قدروا يعيشوا ويحاربوا الكورونا اعتمدوا تماما لانه هو ما عنده علاج على جهاز المناعة. كيف التغذية بتأثر؟ وهل التغذية عندها دور كبير في جهاز المناعة؟ لأنه احنا بناكل أي حاجة بصراحة وما بنكون مهتمين بالنوعية حقة الغذاء وجاهلين الحكاية، عارفين لكن مش المعرفة الجيدة بأنه التغذية هي المناعة. أوكي. اتباع نظام غذائي صحي ده معناته بنحصل على جهاز مناعة صحي وقوي. كيف؟ في نيوترينز أو مغذيات معينة بيحتاجها جهاز المناعة عشان يكون قوي، مثلا البروتينات. البروتينات لقيناها بتدخل في جميع البيلدينج او الريبلاي، اعاده ترميم وبناء الانسجه والخلايا والاعضاء المكونه لجهاز المناعه. يعني احنا كل ما اكلنا كميه بتاعت بروتينز بسيطه كل ما كان انتاج خلايا المناعيه في الجسم اقل. زي شنو؟ البروتينات دي نوعين. في نوع حيواني ونوع بيكون نباتي. الهاي بيولوجيكال فاليو دائما او القيمه الغذائيه العاليه بتكون في الحيواني. الحيواني بيكون موجود وين؟ في جميع انواع اللحوم الحمراء والبيضاء، اضافه للبيض، الزبادي، الحليب. النوع الثاني النباتي بيكون في موجود في الليجيومز او البقوليات. يعني الناس النباتيين اللي بيتضرروا جدا جهاز المناعه ما بيتضرر، اذا ما بيتضرر لكن القيمه الغذائيه اعلى. أيوة. في الحيواني، لكن هنا برضو في الليجيومز او البقوليات فيها. نعم. البقوليات عندها كمان ميزه ثانيه انها بتحتوي، يعني قلنا الفول، العدس، الفاصوليا، الحمص. أيوة. البلية العدسيه. دي كلها فيها كميه بتاعه بروتين ممتازه، اضافه لكده فيها فايبرز الياف فدي ممتازه جدا. أيوة. وفيها نسبه بتاعه نشويات. نعم. بتجدد الخلايا دي كلها، بترمم الخلايا. اكيد. نعم. الحاجة الثانية عندنا مجموعة من الفيتامينات بنسميها أنتي أوكسيدنت، دي عبارة عن فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E، وفي معدن اسمه السيلينيوم. فيتامين A عنده يعني وظائف كثيرة، لكن في جهاز المناعة بيعمل على حماية الأنسجة في الجسم وخاصة جهاز المناعة، بيحافظ عليه وبيخليه هيلثي.
نعم. وده بيكون خط دفاع أول ضد الهجمات بتاعة الفيروسات والإصابة بالعدوى. أيوة. إحنا بنلاقيه وين؟ بنلاقيه في الجزر، في البطاطا الحلوة، في الخضروات الورقية الخضراء زي الخس السبانخ، بنلاقيه في البيض، بنلاقيه في القرع. نعم. عندنا حاجة تانية، فيتامين سي. فيتامين سي وظيفته في جهاز المناعة بيعمل على تكوين فيتامين سي، بالذات عامل ضجة كبيرة جدا شديد في كورونا شديد. يعني نعم. فيتامين سي موجود وظيفته شنو في جهاز المناعة؟ بيعمل على تكوين الأجسام المضادة وبعض الخلايا المناعية. طيب احنا بنلاقيه وين؟ فيتامين سي اكثر حاجة موجود نمبر 1 في التوب، الفلفل الرومي الأخضر أو الأحمر، الفلفل العادي العادي الأخضر ده، تخيلي. نعم. الحاجة الثانية نمبر 2 بنلاقيه في التبلي، وده كثير في السودان في التبلي. ثالث حاجة في الجوافة. أيوة. حتى بعد كده بيجي في البرتقال، في الجريب، في اليوسف، في الفراولة. بعد التلاتة دي احنا مفهومنا طبعا انه كان شوية غلط. واحد ايوه آه. والليمون نمرة واحد. في نقطة يعني هنا مع فيتامين سي انا عاوز اعقب عليها، الناس دايما تحاول تستخدمها رو، يعني ما نقطع البرتقالة مثلا بالسكين لانه الحديد بيأثر على فيتامين سي، فاحسن انا اشيلها بيدي واقطعها. فده الافضل ما ادخل فيها سكين وكده. نعم. اي حاجة طيب. لو اتخلطت كده بتكون نفس المبلغ ما خلطت، دخلت في حديد. ايوه صح. فاحسن مخضوط دايما الحاجة اخذها يعني رو، اكلها بيدي اقطعها اخذها طوال. ايوه نعم. الفيتامين اي، فيتامين اي بيدخل في حماية اغشية خلايا المناعة. أيوة. طيب بنلاقيه وين؟ في بعض المكسرات زي اللوز، بنلاقيه في بذور زهرة دوار الشمس وزيت دوار الشمس. نعم. السنين يمضي معدن وبرضه بيعتبر كأنتي أوكسيدنت. نقصانه في الجسم بيؤدي لخلل في إنتاج الخلايا المناعية. نعم. وبالتالي قوة مكافحة العدوى بتكون أقل. موجود في تربة لكن إحنا هنحصل عليه من خلال الحيوانات اللي إحنا بنأكلها لأنها متغذية على النباتات، ومن النباتات لأنها بيحصل لها أبزورشن امتصاص من التربة. تاني فيتامين دي مهم جدا. فيتامين دي طيب فيتامين دي دكتورة يصير بيجا كتير كتير من الناس عندهم نقص في فيتامين دال، هل فجأة احنا اكتشفنا نقص فيتامين دال ولا المشكلة شنو؟ احنا نتعرض للشمس ولان احنا بالذات يعني السودان كله عنده مشكلة في فيتامين دال. الناس الشمس كلها واحد، لكن تعرضنا للشمس من الصباح ما زي النساء، يعني النساء احنا اغلب الناس بتكون لابسة هدوم فكده لازم جسمي يتعرض للشمس الباردة، واحد الصباحية والمسائية. طيب مشكلته مع الكورونا فيروس شنو؟ نعم. انه نقصانه في الجسم بيؤدي لمشاكل في الجهاز التنفسي، بيعمل برضو مشاكل في خلل في المناعة الذاتية. نعم. وبيعمل مشكلة برضو انه الجسم بيكون عنده الانابيلتي او عدم المقاومة او المقدرة على انه يقاوم الفيروسات والعدوى. نعم. فمثلا حتى اصبت بعدوى فيتامين دي ممتاز عندي بيقدر يقاوم الجهاز مناعتي. أيوة كويس. نعم. موجود المين سورس بتاعه زي ما قلنا في الشمس. نعم. بيدخل جوا عن طريق تفاعلات بيديني الشكل النهائي اللي هو 25 هيدروكسي كلوروفيرول اللي هو فيتامين دي. موجود تاني ممكن نلاقيه في الاكل مسبح زي الشمس. أيوة. في التونه، في السلمون، في السردين، في الخبز، في الزبادي، في البيض، في المشروم او الفطر. كويس. أيوة. نعم. تاني عندي فيتامين بي 6 بي 12 والفوليت، الثلاثه مع بعض بيشتغلوا في الجروث او النمو للخلايا المناعيه الجديده. نعم. الفيتامين 6 بي 6 بلاقيه موجود في لحوم الابقار خاصه. أيوة. في التونه والسلمون. موجود في الموز. وفي بذور زهره عباد الشمس او دوار الشمس. كويس. بي 12 او بي 12 بلاقيه في جميع انواع اللحوم الحمراء، كان هي ضان ولا عجال يعني ابقار، وحتى اللحوم البيضاء كلها. نعم. الفوليت موجود في الفوليت الفوليك اسيد. ايوه. نعم. موجود لنا وين؟ بنلاقيه في السبانخ، في البروكلي، في الافوكادو، في الفول وفي العدس. عندنا ثاني نتكلم عن الحديد، مهم جدا لكورونا فيروس انه لخلايا المناعه، بيدخل في بناء وانتاج الخلايا المناعيه حتى في الحيوانات، في الانسان. نعم. وفي الحيوان. لكن لازم ناخذ احنا يعني نتناول أطعمة بيكون غنية بفيتامين سي عشان يكون عملية امتصاص الحديد في الجسم بصورة صحيحة من الأكل لجسمه. طيب دكتور كثير احنا في أقل من دقيقتين دايرك توصف لنا يعني وجبة بتاعت فطور غدا عشاء تكون فيها الحاجات دي، يعني مثلا البيض بيشترك بين كذا حاجة. أوكي. في كده يعني حاول كده. طيب ممكن من الصباح حاجات تكون available في السودان متوفرة وموجودة كويسة، مثلا الفطور. الفطور خس. خس كويس. ممكن بيض. نعم. ممكن عيش اسمر.
لانه العيش الاسمر داخليه في زنك، والزنك مهم جدا في الحبوب اللونها بكون اسمر. نعم. دي مثلا وجبه. نجي مثلا، والرجله مهمه شديد نقطعها، ما لازم تدخل النار خالص، قيمه الحديد فيها اكثر. يعني تقطع مع السلطه كده الرجله عاديه كده تتغطى جدا بتقطع. معها ليمون رائع، ما بتحسي بها. نعم. قيمه الحديد فيها اكثر. ايوه كويس. نعم. ثاني مثلا لما تتعامل بالملح وكده فقدت قيمتها كثير، اخذت من الحديد الكثير. ايوه نعم صح. نعم. مثلا ثاني قلنا وجبه بتاعت غدا. نعم. سلطه، صحن سلطه عادي فيه كل المكونات بتاعتي. نعم. ثاني برضو ممكن خبز اسمر. ايوه. قطعه واحده كفايه، او بدل رز بسمتي لانه بيعادل نفس الحاجه. ايوه. ممكن قطعه بتاعت تقول شنو مثلا طبيخ سوداني او دجاجه بتكون خاليه الدهون. ايوه. نشيل منها الدهون لانه الدهون دي مشكله كبيره مع جهاز المناعه. نعم. ثاني ممكن طيب الحاجات اللي قلتيها دي انت كلها واضحه، يعني الحاجات دي انا افتكر انها كلها بترفع المناعه، جهاز المناعه، وزي ما قلت فيتامين سي ودي والزنك وكده، وكل الحاجات اللي انت وضحتيها دي دكتوره تيسير عندها دور كبير جدا في جهاز المناعه. ويا ريت كل اللي بيسمعونا زي ما نحن بنشوف انه الناس بقت عندها هلع انها تمشي للصيدليات وتاخذ كل الفيتامينات، الفيتامينات موجوده زي ما قالت دكتوره تيسير في كل المائده حقتنا، في فطورنا وفي غدانا وفي عشاننا. بس يا ريت ننتبه للكلام اللي قالته الدكتوره تيسير بقوة عشان نحن نرفع مناعتنا ونحارب الكورونا بإذن الله. ممكن أخيرة سريعة إنه في 5 نقاط مهمة. نعم. يعني التغذية. نعم. والرياضة، ممارسة الرياضة يوميا. أيوة. بيزيد من المناعة، وإنه الزول يتحكم في القلق والتوتر لأنه ده بيأثر لنا شديد في كريات الدم البيضاء والأجسام المضادة. أيوة. والنوم، لازم الناس تنوم كويس شديد، لأنه عدم النوم أثناء النوم بينتج زي بروتين اسمه سايتوكاينيز، وده بيعزز لي من المناعة والأجسام المضادة في الجسم. أيوة. نشرب موية كثير شديد. مهم. كل ما نقصت المويه حصل ديهايدريشن في الجسم، كل ما قلت المكونات بتاع جهاز المناعه. ايوه نعم، ده كلام مهم جدا. شكرا لك يا تيسير، وشكرا لكل اللي تابعونا. نمشي لفقره جديده مع محاربه كورونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وضيفنا الحلقة الليلة حلقة الكورونا دكتور عوض عبد الله أحمد، رئيس جمعية القلب السودانية، وهو أيضا مستشار القلب والقسطرة كلية الخرطوم، أستاذ مساعد كلية الطب جامعة الخرطوم، يعمل بمستشفى الشعب، وهو رئيس أقسام القلب في رويال كير، أيضا رئيس جمعية القلب السودانية، وهو أيضا رئيس جمعية اختصاصية القلب الأفارقة. أنا سعيدة جدا بدكتور عوض، وأسئلة كثيرة لكل الناس في البيوت بتسأل ليه ناس الكورونا، الزول اللي بيكون عنده قلب بقت الوفيات عالية بالكورونا، هل الكلام ده صح ولا لا؟ هل مريض القلب عرضة لأنه يحتاج عناية خاصة لو أصيب بالكورونا ولا لا؟ اتزامنت وفيات كثيرة الأيامات دي بالناس اللي عندهم مشاكل في القلب، هل لانه جاتهم كورونا، ولا هل هم يتوفوا من غير الكورونا، ولا هل المشكله شنو؟ مشكله امراض القلب والكورونا دي محورنا لليله، وانا سعيده جدا انه دكتور عوض عبد الله هينورنا على الموضوع ده، وموضوع مهم جدا. اتفضل دكتور عوض. اهلا بك دكتور ايمان، واهلا بمشاهديك الكرام. الحقيقه موضوع القلب ده موضوع بقى اصله اساسا مهم بكورونا. أيوة. او من غير كورونا، لانه القلب كعضله مهمه لجسم الانسان، فاذا صلحت صلح باقي الجسم. نعم. والناس اللي عندهم قلب بالذات ما بيستحملوا عبء زيادة، يعني أي مرض زيادة، يعني ملاريا، تايفويد، كورونا، كل الحاجات دي بتتطلب من القلب يؤدي أداء إضافي للحاجة اللي عنده، حتى في الحمل برضو. أيوة بتطلب. أيوة. إنه وهي بتكون ست صحيحة في صحة كاملة. أيوة. نعم. لكن لو عندها مشكلة في القلب بتصحر أكتر في, 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 في الحمل، فبالتالي القلب بيكون ماشي بميزان معين. فالناس اللي عندهم أمراض قلب ومحتاجين لأدوية بيكونوا بيحتاجوا لعناية باستمرار. نحن مشكلتنا في زمن الكورونا إنه الناس في خضم الكورونا وخوفهم من إنه يجي المستشفى يلقطوا لهم عدوى. أيوة نعم. بيحاولوا يتفادوا إنه يجي المستشفى في الوقت ده، ويكون هو ما عنده الإمكانية إنه يبعد من طبيب القلب فترة طويلة. فبالتالي رسالتنا. نعم. إنه الناس في زخم الكورونا ده ما تنسوا أمراض القلب المزمنة اللي عايزة متابعة. وإنه لاحظوا الحكاية دي فعلا بيجوا ما بيجوا خالص. أيوة، بدأت تقل الأعداد. يعني مثلا. أيوة. نحن في مستشفى الشعب. نعم. و
في الفترة من شهر 2 لشهر 5 2019 عملنا 601 قسطرة. 601 قسطرة نعم. أيوة هي القسطرة دي هي أدق مقياس لعدد الذبحات، لأنه 601 قسطرة اللي عملناه دي عملناه لزبحات، يعني ذبحة جديدة جابت الزول وجع في الصدر بشريان مكفول وجاء عملنا له قسطرة وفتحنا الشريان، فبالتالي دي المقياس الحقيقي لعدد الذبحات في الوقت ده. أيوة. ده من شهر 2 لشهر 5 2019 ما أيوة. كان في كورونا. أيوة نعم. طيب غارني ده من شهر 2 لشهر 5 2020 في عز الكورونا عملنا 345 قسطرة. 345 ايوه يعني النص 50 نقصان 50%. نعم. طيب القساطر دي اساسا بتتعامل مجان، يعني النقصان ده ما زياده قروش ولا الناس ما قدروا يرسلوا لها قروش من السعوديه. أيوة. ولا دولار، القسطره مجان 2019 وهسه. نعم. يعني كل اللي بتحتاجه انه تجيك ذبحه وتجي يعملوا لك بعد الناس نقصت النص. فبقينا لما عملنا البحث ده بنسأل ليه نقصوا، في ناس قالوا يا جماعة ما قفلوا الولايات. لقينا انه الناس اللي بيجوا من عند الولايات نقص بنفس المستوى، مش لانه ما في اسعاف بيوقفوا. أيوة. وما في ناس شاري اليوم عيان عنده قلب بيقولوا للبوليس هذا عايل ليه ده عيان ودينا الخرطوم، بيخلوهم يجوا. اي ناس جوا من القضارف من الابيض من اي حتة، لكن الكمية نقصت. النقصان السبب الوحيد هو انه الناس خايفة من الكورونا. من الكورونا نعم. بقى الزول يجيب وجع بتاع الصدر، ان احنا بنحاول عمرنا كنا ننصح في الناس انه لو جاك وجع، لانه الزمن من بداية الوجع حد ما نفتح الشريان ده بيفرق مع العيان فرقة شديدة. ايوه. بيفرق مع ان احنا ايوه في نتائجنا، يعني الناس اللي بيجونا بعد 10 ساعات احسن لهم افضل كتير الناس اللي بيجونا بعد ساعتين. اكيد. فبالتالي احنا ما عايزين الناس في زمن الكورونا ده يعملوا يلبدوا. أيوة. بالوجع، وانت السودانيين ممكن يتحملوا اي وجع ولا يمشي التلتي للناس. شفت الناس بيقول له زي ما قلت لك قبل. نعم. كده مرته تقول له يتمسح بزي السمسم. أيوة. ولا صبحه ولا دي قطيعه وهي تكون ذبحه. نحن عايزين الزول يجينا بدري، فما تخاف من انه في كورونا. بنعرف الناس يعني من بدري بيفرزوهم، بالذات في المستشفيات الحكوميه بيفرزوهم. نعم. الناس اللي عندهم كورونا بيمشوا مركز العزل، والما عندهم بندخلهم بنعمل لهم، ولو زول عنده ذبحه وحتى عنده كورونا بنعمل له برضه قسطره. نعم. ايوه نعم. لكن دي حاجه مهمه انه الرساله الاولى انه في الزخم بتاع الكورونا ما ننسى امراض غير أكيد. الكورونا اكيد دي نقطه مهمه جدا. نعم. بعدين الناس نزلت متابعات العلاج العادي، يعني الناس حتى العلاج في ناس يعني الهاجس بتاع الكورونا ده نسام المتابعات الدوليه. أيوة. والشهريه والعلاجات ايوه عشان. نعم. كده نحن في جمعيه الغلبه السودانيه لما لقينا الناس بلاوزوا من انه يجوا، او حتى لو ما لاوزوا انه ما عنده وجع شديد يجيبه مضطر، يعني مضطر اخاك لا بطل ما بيجي، لكن عنده استفسارات وعنده حاجات اقل من انه يجيبه المستشفى واكثر من انه يقعد في البيت لانه عنده قلب. فقمنا عملنا مبادره اسمها مبادره طبيبك في البيت. أه. اللي هي 20 طبيب اخصائي قلب. ايوه. تلفوناتهم متاحه في الوسائط، مشاركه بيننا وبين شركه ادويه اسمها الحكمه. ايوه. الفكريات من رؤى خلف الله دكتوره في الحكمه ونحن نفذناه في جمعيه القلب السودانيه. نعم. انه بتضرب للاستشاري ده. عندنا ناس ممركزين في مناطق متفرغه في الخرطوم، مثلا في مبده، في الثورات، في الامتداد، في الصحافه، في بحري. نعم. عندنا دكاتره نواب اخصائيين قاعدين في عربيه، السائق العربيه ده صيدلاني من شركه الحكمه. نعم. وعندنا ثلاثه محطات اسعاف في مواقع استراتيجيه في العاصمه. اللي هو انت لما تضرب للاخصائي لو شعر بانه حالتك دي ما حاله قعاد في البيت. أيوة. بيقوم بحرك وحده من الوحدات، اقرب وحده ليك بتجيك في البيت وبيغيموك. اذا كان بتحتاج تجي المستشفى بينقلوك. لكن معظم الأزلة اللي لقيناها في يومنا العاشر والحداشر. أيوة. لقينا انه في اقبال عليها شديد وحلت مشاكل ناس كتار بانه المسيل والحبة الصفراء ودي. أيوة. ما بلحتها وعندي كده، وفي ناس عندهم منظمات ضربات. صح. يعني حاجات ما صراحة ما ما ما, ما بتستحمل. نعم. فبالتالي المبادرة دي عملت فرق كبير. عندنا مبادرة تانية في نفس جمعية القلب
المشاركة مع ناس الباطنية والجراحة مع ناس منظمة الصحة العالمية اللي هي دي ما بتضرب للأخصائي لقناء أفضل تضرب لرقم واحد أربع أرقام بدون ناس الاتصالات دي 49 لما تتفعل وبيرد عليك نائب أخصائي بيعرف قصتك بيرجع للأخصائي بتاع القلب إذا كانت حالة قلب أو أخصائي السكري إذا كان السكري أو أخصائي الجراحة وبيتفاهم معه بالتلفون وبعد ذاك يا كلهم جو تفاهموا معك بالتلفون أو حلوها ليك في محلك فدي دي مبادرات في موضوع الكورونا. أيوة طيب دكتور في سؤال مهم لو زول عنده كورونا وعنده مشكلة بتاع القلب بيمشي مركز العزل هل في أطباء للقلب بيتابعوا الحالات جاتكم استدعاءات ولا الزول المسؤول من العناية المكثفة في الحتة المحددة هو المسؤول تماما من المشاكل تحت القلب لدى الناس اللي عندهم كورونا؟ ده سؤال مهم جدا. شوفي مسألة العزل دي السودانيين طبعا يكون جاته كورونا واضحة الناس كلها بتعرفها الشم والقحة والسخانة يعني ما أدري لا زول يشخصها لكن ما دارين زول ده يمشي العزل بيشمئزوا من حكاية العزل دي دارين يختوها صح والزول غلبوا يقعدوا في البيت دارين يمشوا بهم مستشفى يا مشوا حاولوا دسوا الحكاية الكورونا الأساسية دسوها عشان ما دارين زول يمشي العزل العزل أيوة. لكن هم بيعملوا الحاجة الغلط للمريض الناس الخاتنهم في مراكز العزل ديل هم أحسن ناس بيعالجوا الكورونا في السودان أيوة. إذا كان يحتاج لقلب يحتاج لمعدة يحتاج لأي حاجة هم ديل أفضل ناس. الناس اللي بتمشي لهم في مستشفيات تانية انت داس منهم هم ذاتهم ملاوزين منك كان أيوة. دكاترة كان تمريض دارين يتخارجوا منك صح. فما بيعالجوك. الناس اللي قاعدين في العزل ديل بيعالجوك دي مهمتهم ايوه بيعالجوك بحب بيعالجوك باهتمام ايوه انت اصلهم يعني ما منها خوف انت هو ذاته عندك الكورونا الناس خايفة منك انت كمان تخاف من باقي الناس انت حتعرض نفسك لانك في فشل علاجك بتكون سببه كثير منه أهل العيان الدارين يضايروا على الحتة دي بعدين نعم. هي ما فيها وصمة ضعار ما أكيد فيها أيوة. لأنه ناس كتار جاتهم ويتعافوا وما في مشكلة يعني هو الناس اللي بيحتاجوا دخول ديل جاتهم ناس بسيطين بعدين أقول لك حاجة حكاية الكورونا دي ما حتمشي بسهولة ما حتزح يعني حتظل قبل ما تتفشى كورونا بالطريقه دي ناس من الصحه العالميه حذرونا نحن في المناطق دي نعم. مناطق افريقيا والمناطق تحت الصحراء صح. ومناطق الفقر دي الصومال والسودان وتشاد أيوة. ونيجيريا وقالوا انتم حتكونوا عندكم اكبر عاصفه كورونيه بعد ما ينتهي العالم منا يعني انتم الناس حتكون قاعده عندكم وحتطلع منكم الويف الثانية أيوة يسموها الابي سنتر أو في السكند ويف دي انتو حتكونوا بؤرة نشاط الكورونا مرة تانية فبالتالي الكورونا دي حتقعد معانا وقت طويل. الشيء الغريب في الكورونا دي انها عرت العالم عرت العلماء بتاعين العالم نحن زمان كان عندنا حاجة اسمها الطب المبني على الدلائل يعني حاجة معروفة عندك ليها بروتوكول دي التخبطات اللي بقت حاصله في أيوة. نفي واثبات ونفي واثبات حتى من منظمه الصحه العالميه بالضبط كده نعم. نحن كمان يعني الطب ده حاسه بقى ما داير دكتور يكون هو براو شاطر يفتي صح عايز مجموعه دكاتره اتفقوا انه الحاجه دي بيعالجوها كده يعني مثلا امسك الذبحه جاك عيان بتاع ذبحه قال عنده كده عنده كده تزأله من كده تديه كده في الاول تديه كده الثاني تديه كده الثالث دي أيوة. باتفاق زي صحيح البخاري متفق عليه أيوة نعم. متفق عليه نعم قامت جات الكورونا لقت الناس العلماء دي كلهم شنو قاعدين متفقين لا لقتهم ما عارفين حاجه ايوه صح لقتهم قاعدين في السهله فعلا ده اللي حصل فالدرب راح لهم في المويه ايوه فعلا عرفتي بيجوا الحته نحن معتمد عليها منبع العلم طلع انه ما عندها حتى يعني التخبطات اللي حصلت يعني في الاول بيجي يقولوا لا والله الكورونا دي ما بتعيش في درجه حراره عاليه حصل العكس أيوة تماما ومستمره قالوا في الاول انها هي فيروس ثقيل بقى على السطح ما بيكون في الاير في الهواء وطلع انه بيكون في الهواء يعني الهيدروكسيكلوروكوين في الاول نفوا انه الثاني اثبتوا ثاني رجعوا نفوا وهكذا كانت في تخبطات كبيره شديده يعني يعني حصلت فيه اكبر فضيحه علميه نعم. في تاريخ الطب البشري انه مجلات المجلة دي نحن الريفرنس بتاعنا أيوة المرجع بتطلع بها الحاجة الجديدة بنمشي نشوفها في المجلة مجلة طلعت انه الكلوروكوين ده ما تستعمله أيوة. مجلتين من اعظم
وجل دي سحبت الورقه دي. أيوة. قالوا معلش ما حفلينا يعني بالعربي. أيوة نعم. اسمحوا لنا البتاع دي نحن طلعناه بالغلط، لقوا انه فيها غلط كبير، انه حكايه الكلوروكوين يسحبوا دي ما عندها اساس. والناس الطلعه قد يكون عندهم فايده ماديه من دواء جديد اسم دارين يطلعوه على السوق على حساب الهدف. فدي اول مره تحصل فيها فضيحة بمستوى عالمي زي ده. نعم نعم. ودي لأن الرئيس الأمريكي دخل فيها وهو كان ورا الكلوروكوين. صح. وعندها مكايد سياسية عايزين. صح. الكلوروكوين ده يفشل بأي صورة. جدا لما تدخل عالم السياسة في عالم الطب وصحة الناس، ونحن دي مراجع. أيوة. كنا بنرجع ليها والدبليو اتش او وغيره. أيوة الدبليو اتش او ذاتها بيجت تقول إنه تخبطات كثيرة شديدة حقيقة يعني. أيوة نعم. لكن بالرغم الخوايا دي الأمينين جدا. شوفوا. أيوة. دي حاجة لما حصلت طلعوها. أيوة. واحترفوا بها طوالي وقالوا معلش احفوا لينا. فنحن قلنا لهم العفو لله. نحن اساسا قاعدين في السحب. احنا اساسا بس قاعدين زي ما قلت يا دكتور، قاعدين انه احنا كان عندنا مرجع بنرجع لهم وعلماء ابحاثهم يعني 1+1=2، والحكايه دي بقت ما في اسف عالم الكورونا وما بقت في حاجه مثبته. وحتى حكايه اللقاح الجاي وقرب والناس عندها امل، واللقاح حجزوه بالملايين. ما في اي حاجه نقدر نعتمد عليها غير الحاجات الاساسيه. لازم رجوعنا للحاجات الاساسيه للتباعد الاجتماعي. انه ما نحن هسه كمهنيين حزنانين جدا انه حيفكوا الحظر وحيرجعوا الناس تاني للتخالط الاجتماعي وكذا. الكمامه. ايوه هسه انا لا انت لابسين كمامه لكن متباعدين اجتماعي. فالتباعد الاجتماعي مهم. ورا كل كمامه صحه وابتسامه، عرفتي؟ ايوه مهمه. وكمامتك حياتك وحياه من تحب. ايوه نعم. فدي مهمة فيه. وانه ما تمشي يعني ما الزيارات لسه المفروض ما تكون في البكيات. ما أيوة. في نعم. ما تتقرب مع الناس، ما تمشي ناس امك اللي يوديك الشديد القوي، ولو مشيت ليهم لازم تلبس الكمامة وتكون محافظ على انه ما تعاد يوم والتقييم والصابون وغسيل أيوة اليدين. وغسيل اليدين دي الحياة البسيطة دي. ايوه دي متفق عليها، اللي احنا اساسا بنتفنن في اننا نلخبطها. ايوه صح. هسه شوفوا في رغم الحصر ده بتلقي فيه 6-7 انفار قاعدين لهم جنب سيت شاي والدنيا ظلام وقاعدين جنب كوشة. يعني أنا ما شايف إن البتاعة دي حتمشي بسهولة. بسهولة تعايش معها. بعدين حكاية الناس يقول لك أنا شاهد على العصر، أنا شفتها عيانين كورونا، شفت الناس بيموتوا، شفت الموت في المستشفى 4-5 جنازة تنبط في غضون ساعات. أسأل الناس أي زول هسه قاعد هنا. المشكلة إنه إحنا في العالم ده في الوقت الحالي ما في زول بيقتنع بالكورونا إلا تكون فقد زول عزيز لا قدر الله عليه، أو عنده تجربة مريرة في أسرته، دين الوحيدين اللي عارفين. أيوة. إنه كورونا دي موجودة. أكيد يعني. أنا وأنت والمخرج والمنتج بتاعنا دين عندهم زول بيعرفوه عنده كورونا وما بيها، فلا لازم. فهو ودي ما حاجة حصلت قريب، فبالتالي دي فعلا مصيبة. ولازم مع انه هسي بيقول انه بدأت تقيل شوية واوروبا بدأت تفتح شوية. أيوة. لكن في اوروبا وفي امريكا الناس دي انت لو اتزنقت بخارجوك. أيوة. يعني عندهم البنية التحتية الزول لو وصل الزنق زنقة شديدة بخارجوه. مع انه عندهم موت لكن احنا هنا ما بنخارجك. ايوه نعم. هنا لو اتزنقت زي ما قال وزير الصحة ما عندنا نزلق. ايوه نعم نعم. فما تحتمد انك لما تمشي المستشفى دي طوالي انت بتكون مجهز لك هناك على الارائك عشان تكونوا تلبس السندس. يا سلام. اخضر. طيب دكتور احنا الحكاية انه نوعز الناس ونخوف من الكورونا دي حاجة مهمة. حد أسا وحد الليل وحد بكرة في معظم السودان، أنا أقدر أقول لك والله 70% من السودانيين ما يعني حكاية الكورونا دي متشككين فيها يا دكتور. حكاية إنه عشان كده أنا دايما بناشد والله يا أخوانا الفقد زول العزيز دي حاجة مؤلمة جدا بحاجة ممكن كان الزول يتفاداها. أيوة. في قصص كثيرة حصلت لكم في المستشفى زي ما أنت قلت وشفتوا بعينكم. طيب. حاجات كثيرة يا دكتور. طيب أنا أوريك هو. نعم. لو بقت بزعل الحمى والبحة وجع الحلق والشم والذوق دي الناس ممكن يقول لك دي قاعدين تجينا كل سنه. نعم بتجينا الحاجات دي، لكن هسه بيجينا مع ده بنعمل الصوره المقطعيه. نعم. والصوره المقطعيه دي بتوضح نوع معين من تليف الكبد او اصابه الكبد بطريقه مش الكبد الرئه. نعم. بطريقه معينه بس متخصصه بتاعت الكورونا. كورونا يعني احنا لو غالطونا في الاعراض
وغلطونا في ان الزول يتدهور بسرعه ويمشي يقولوا دي نزله وبيجوا ناس من الحج وبتجيهم النزله دي وبيموتوا كل سنه وكذا، لكن ما بالكميه دي وما بالطريقه المعينه الطريقه المرسومه في الصوره المقطعيه للصدر. فمعناها دي حاجه فعلا جديده وحاجه انتشارها شديد. بعدين في حكايه انه يقول لك زول جاته كورونا ثاني ما بيجي، ودي برضه ما عارفين لحد هسه. ايوه هو في المناعه هل هي دائمه ولا لا ما عارفين. هو اصلا زول لما يجيه فيروسات دي معظمها بتديك مناعه. الفحص اللي بيعملوه انه بيشوفوا المضادات الحيويه بعد ما تجيك وتمشي. طبعا دي طلعت استثمار شديد لشركات عالميه تنتج، فانتجوا شوفي انتجوا 160 طريقه لفحص الكورونا. الكورونا دي بعد ما تجيك انت بتصاب بها وتطلع. ال 160 النجحوا والهم هسه معتمدين اربع فحوصات زي الفحص بتاع الحمل ده. أيوة. او فحص التروبوين ده بتخط نقطه بعد شويه بيظهر لك انت عندك فبالتالي ما تحتمد عليها انه انت جاتك كورونا ومشت بعد ذاك تقعد تسرح وتقول انا ما بتجيني وكذا، لانه ما في دليل عليها وما في زول عارف انها حتجيك ثاني ولا ما حتجيك. نعم. هل انت معدي لمده كم بعد ذاك بتكون ما معدي؟ دي برضه ما عارفينها. فهسه الناس اللي جاتهم كورونا طبعا اكثر ناس اتضربوا هو في المجال الطبي. نعم. وهسه قاعدين وبعد ما جاتهم الكورونا رجعوا يشتغلوا، لكن ما بنفترض انهم ما عندهم كورونا ونخليهم يبرطعوا في الناس. لازم بنحميهم. أيوة. ويلبسوا لبس ما معنى جاته كورونا خلاص بعدين يمشي من غير حاجه ويخالف كل الناس وما في مشكله وكده. احتمال تجيه الكورونا مره ثانيه ده لسه حكايه ما معروفه. هل في امل في اللقاح يا دكتور من خلال كلنا احنا ما عندنا ايفيدنس او ما عندنا دلائل كده يعني واضحه، هل في امل شركه اكسترازينيكا مع بالتعاون مع جامعه اكسفورد في يعني متمسكين بحكايه الامل القريب للقاح؟ رايك شنو بصراحه؟ ولسه سميتيها انها امل. ايوه نعم. فالامل دائما موجود. نعم. يعني هسه الدواء الجديد قبل يومين طلع ده في انجلترا هو دواء قديم. نعم. بلطف اعراض الكورونا وبيقلل من الوفيات فيها. نعم. ده في مضاد فيروسي. ده هو لبريدنيزولون. بريدنيزولون ايوه الاستيرويد. الاستيرويد. فهو ده عندنا فيه امل كبير. لكن زي ما قلت الامل في لما تحصل حاجه زي دي بتنزلها في البروتوكول طوالي مثلا. هسي هو اوريدي نزل. ما الناس دي قاعدين على الحركرك ما عندهم حاجه دارين لهم اي حاجه قشه يمسكوا فيها. صح صح. فمسكوا في الدواء دي بتجربه واحده لكن تجربه مكربه اسمها ريكفري. فدي خلت الناس تبداوا. ايوه السعوديه لما يستعملوه على نطاق واسع حيعرفوا. هو ده بنستعمله من زمان. من زمان صح. ايوه لكن لقوا انه في الكورونا بيخفف من الوطأة على الرئه. أيوة. وبيقلل من الوفيات فيها. فبالتالي ننتظر ونشوف. لكن ده كل كلمه اخيره لكل مرضى بتاع القلب، انت بصفتك رئيس الجمعيه السودانيه للقلب يا دكتور، توصيه مهمه لكل اللي بيسمعونا. ما تنسوا في خضم الكورونا انه في امراض غير الكورونا. والذبحات بالذات عندها تحذير، والذبحات بتجي من السكري والضغط، فإهمالك للاثنين ديل بيزيد من معدل الذبحات. فبالتالي لازم تتابعهم حتى في زمن الكورونا ده. تتابع السكري تتأكد انه مظبوط، تتابع الضغط انه مظبوط. ونتمنى للجميع صحة وعافية ان شاء الله. نتمنى الاكيد للجميع كل الصحه والعافيه رب العالمين. وشكرا لكم انتم الجيش الابيض وانتم اللي بتحموا الناس يعني، وان شاء الله انتم تكونوا معافيين كمان وتدوا امل للناس، وان شاء الله نكون عايشين لحد ما نحضر اللقاح والحمايه من الكورونا لحد ما يجي الوقت ده ان شاء الله. ما في زول يفقد عزيز الكورونا حقيقه، ما في مفر منا يعني، لكن ان شاء الله كل الناس تكون محميه منا. التعايش معناته نطبق كل التحذيرات اللي قالوها من غسيل الايدي، التباعد الاجتماعي، نوقف المناسبات الاجتماعية لحد ما نكون في بر الأمان. وفي أمان الله نلاقيكم الأسبوع الجاي في موضوع جديد. في أمان الله.